أهلا بكم من جديد. فقرتنا الأخيرة في حلقة اليوم فقرة حوار أونلاين. بيسعدني أن يكون ضيفي لأول مرة في كرة أونلاين السيد محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي. مساء الخير يا فندم. أهلا كابتن محمد. منورنا يا فندم. ده وجودك. الأول خلينا أدخل على طول في سكة التفاؤل والتشاؤم. اتفضل. يعني في ناس عندها نوع من التشاؤم الضخم جدا إن الدوري راجع. يمكن أكتر من اللي عندهم تفاؤل إن الدوري راجع، رغم إن الداخلية أعلنت وتحمل بيانات وزارة الدوري شؤون الرياضة أعلنت والحكومة أعلنت واتحاد الكرة أعلن وتعامل المجموعتين يعني كل الكلام التفاصيل اللي حصلت دي. أنت من أهل التشاؤم في عودة الدوري ولا التفاؤل؟ حتى مدربك الكابتن صابر المنيام مدرب النادي متشائم جدا. حضرتك إيه؟ من أنه فصيل؟ هو بالحسابات بما إن أنا مصر فصائل دلوقتي، أنت من أنه حزب دلوقتي؟ فصيلة الدرويش. انا بالورقه والقلم الدوري هيبدا، لكن بالاحساس انا حاسس ان كله عمل اللي عليه، الاجهزه كلها عملت اللي عليها، والامر اترك للمشهد السياسي. المشهد السياسي والقدر. بمعنى عندنا مشهدين دلوقتي، مشهد يوم 25 وده ممكن يعدي لان في تهدئه دلوقتي، وممكن ومشهد 26 انا في اعتقادي ان هيبقى فيه مشكله لانه مش هيرضي الطرفين. خلينا نقول 25 في تهدئه بين القوى الثوريه وبين الاحزاب الاسلاميه بشكل عام او الفصائل الاسلاميه. في تهدئه، فانت حضرتك شايف ان 25 هيعدي مفيش فيه مشاكل؟ هيعدي لو الاحتفال بالثوره يعني الثاني التاني للثوره. هيعدي ان شاء الله. ده شويه مشاكل بسيطه بس هيعدي. 26 يناير ده يوم النطق بالحكم في محاكمه مجزره استاد بورسعيد. المشكله ان في تجهيزات دلوقتي، يعني في كل واحد بيستعد دلوقتي لفرض القوه او فرض رايه على المحكمه، حاجه من الاثنين. المحكمة في الزمن اللي احنا فيه ده اعتقد ان هي هتدي قرارها طبقا للقرائن والاوراق اللي قدامها. وفي كل زمن مفترض المحاكم ولا الاول ما كانش كده؟ لا هو كده الاول. اوكي. بس دلوقتي يعني بقى في اصرار تمام او مش اصرار، ده اللي هيحصل. الاوراق قد تدين طرف وقد لا تدين طرف اخر. الاوراق قد ترضي طرف او لا، او قد وقد لا ترضي طرف اخر. فالاثنين بيستعدوا وهي دي المشكله. بس في مسائل قانونيه بعد كده، يعني حتى اذا لم ترتضي بالحكم في وسائل قانونيه تقدر تنقض الحكم، تقدر تلجا لمحكمه النقض، يعني تقدر عندك وسائل اخرى قانونيه بعيده عن الشغب او بعيده عن الاستقواء. يعني محتاجه تحكيم صوت العقل. لكن في الوقت اللي احنا فيه ده ما اعتقدش، اكيد هيحصل مشكله. انا في رايي. فانت رابط عوده الدوري بحل المشكلتين دول بيوم 26 يناير. بيوم 26 يناير تحديدا. وبعدين هو التاريخ بيقول كده، يعني الوقت ده بيقول كده، يعني هل في خلال اسبوع 10 ايام هتنتهي المشاكل دي؟ الوقت كان فيه الاول التراس الاهلي هو اللي عامل مشكله. النهارده التراس المصري بيستعد انه لو الحكم جاء بالنسبه له جائر هيعمل مشكله. فهي الحالتين صعبه. وانه حكم هيرضي الطرفين؟ ما خدناش على كده. طب خلينا نقول انتوا في الاسماعيلي بتفكروا ازاي ان الدوري راجع وبتجهزوا ان الدوري راجع حتى لو في تشاؤم؟ من بختنا طبعا. من بختنا ان احنا مشتركين في دورتين، دوره البطوله العربيه والكونفدراليه الافريقيه. فاحنا يعني ايه ماشيين في الاثنين وعايزين نجيب واحده منهم. وسكتنا فيها بعض الصعوبه لكن احنا قادرين عليها. ثاني واحده في البطوله العربيه بالذات لانه ثلاث مباريات. وثلاث مباريات فيهم ثلاث مباريات عندنا. واعتقد احنا قعدنا الهيبه لملعب النادي الاسماعيلي ايا كان بقى في مصر، لان احنا بنمثل الانديه المصريه. فاحنا واثقين في لعبتنا. والماتشات اللي بره احنا الحمد لله عملنا بعض الصفقات. زي ايه؟ قول لي بقى كده. احنا جبنا ثلاث صفقات، اربع صفقات لغايه دلوقتي. وفي صفقتين ده هيقيدوا في يناير المفروض. بالظبط. هو طبعا نظام الخدمة متروك للجهاز الفني، لكن احنا جبنا اربع صفقات لغايه دلوقتي. ثلاث صفقات عدوا وصفقه بتتجهز. احنا جبنا الاربع صفقات اللي جبناهم، جبنا جون انتوي ولاعيب كويس جدا وهداف وبيجيب لنا في كل ماتش على الاقل هدف. وخدنا ابراهيم حسن وبرده من الهدافين. ابراهيم حسن اللي هو كان بيلعب اللي كان راح اعاره للزمالك من نجوم المستقبل. ايوه. نعم. لعيب كويس جدا على فكره، وماشي كويس جدا، كورته ماشي مع النادي الاسماعيلي واندمج لان خد فتره ولعب مهاري كمان، فماشي في سكه ماشي في السكه دي. واللعيب الثالث اللي احنا جبناه كان اربع سنين من بيجري ورا النادي الاسماعيلي، واحنا جبناه من نادي القناه. اللي هو مين بقى؟ اللعيب حضرتك محمود عبد العزيز. محمود عبد العزيز. احنا معانا لقاء ما هنشوفه بعد شوي. تمام. ده الصفقه الثالثه. الرابعه مين؟ ده الرابعه. الثالثه كان ياسين جمال علام وهو بيتجهز.
لانه كان جاي من اصابه وبيجهز. ياسين جاي منين؟ جاي من رابين النمساوي. وكان لاعب في منتخب مصر. كان بيلعب في نادي الاول، كان بيلعب كان في النادي الاسماعيلي اولا. وبعدين راح المنتخب وهرب. لا مش هرب، هو كان جات له اصابه في ظهره في المنتخب. اوكي. فقعد فتره طويله واراد النادي رابيد النمساوي اعاره لاحد الانديه الدرجه الثانيه. هو راح احترف في رابيد الاسماعيلي، سابه لما اتصاب. هو لما اتصاب اتنسى. اوكي. لانه قعد فتره طويله اصابته فراح لا في النمسا واعير وبعدين رجع لكم تاني. بيتجهز يعني. ان شاء الله يبقى موجود في وسط الفرقه. اسمه ياسين جمال علام. ياسين جمال علام. بختار جمال علام ابن هنقول ياسين علام. لا يقول لك ابن رئيس الاتحاد ولا حاجه بتجامله ولا مفيش علاقه طبعا. لا لكن هو اسمه ياسين تشابه يعني. مفيش علاقه. هل في صفقات في الطريق؟ احنا كنا وعدنا جميل اسماعيليه لسه قدامنا صفقات تانية. اللي بيحكمني دلوقتي جمهور الاسماعيلي دلوقتي بيتفرج عليك وبيعشق فرقته. انا كنت اتمنى ان انا ما اتكلمش. لانه لما بنتكلم العين بتتحط على اللعيبه دي. واسعارها بتزيد. واسعارها بتزيد. معلش قدرك بقى انك ما اجيت معانا النهارده. بس حاول لف موضوع شويه. على مين؟ لا خلاص. لا خلاص ارجع تاني. يبقى لف وارجع تاني. عندنا برضه صفقه جايه من غانا. ولعيب يعني احنا واجهنا فيه بعض الصعوبات. مش مهم تقول الاسم يعني. بعض الصعوبات لكن هيبقى موجود في الاسماعيليه ان شاء الله. ده مركزه ايه؟ مركزه بيلعب خلف المهاجمين، لعيب كويس جدا. وهداف. انا بدور على الفريق بتاع الاسماعيلي بتاع زمان اللي بيجيب جوان. فكل اللعيبه اللي بيجيبوا مهاريين. مهاريين. وبيروح للجون وبيجيبوا جوان. بتدور على الكره الحلوه. الكره الحلوه. عايز ترجعها يعني. عايز ترجعها. لان انا من الجيل ده على فكره. تمام. انا كنت مع علي ابو جريشه ومسكت رئيس نادي في الفتره بتاعت الجيل ده بتاعت محمد صلاح ابو جريشه، الفريق ده اللي كان بيجيب. تمام. فانا ده واجبي. تمام. فانت في لاعب من غانا الباقي ادي واحد. هم ثلاث صفقات ولا اربعه؟ هم دلوقتي اربعه. في اثنين كمان هيجوا. هجيب احد لاعبي المساكين برضو من غانا. وهجيب المهاجم ده. هو بيلعب في خط الوسط مهاجم. تمام. وبيجيب جوان كتيره بكل يعني زي بلاي ميكر زي ابو تريكه كده مثلا. بالظبط. في نفس المكان. بالظبط. بالظبط. فان شاء الله. والثالثه مين بقى؟ في هم اثنين اللي موجودين دول دلوقتي. في لعيبه موجوده في النادي دلوقتي موجودين. يعني مثلا احنا خاطبنا المؤمنين العرب عشان نجيب استعاره. الاثنين باكات اليمين والشمال من عندهم، هم بعتوا لنا فاكس واحنا ردينا عليهم. ايه بقى يعني؟ باسم علي. هم قالوا مبلغ كبير جدا مش دلوقتي مش موجود يعني. لو اعاره 6 شهور كان مبلغ كبير. 6 شهور. انا عايز بس العب بيهم. طالبين 600 و700 يعني كتير. ده علي فتحي. علي فتحي وباسم علي. بكده لو هنبقى استكملنا الفريق وبنلعب على طب المقاولين بعد عوده الدوري ممكن كلامه يتغير. هو جالنا الفاكس امبارح على فكره. يعني بعد كمان ما طلع موضوع ده امبارح او اول امبارح وافقوا على الرقم. لا وافقوا على الاعاره مقابل الرقم. مقابل الرقم ده. يعني ال 2 مليون 300 الف على فكره. منهم واحد من الاسماعيليه، هم واخدينه من الاسماعيليه، باسم من النادي الاسماعيلي. باسم علي. اصله من الاسماعيلي باسم. عشان كده اللعيب عشان الكره بتاعتنا. فاحنا لو كده احنا ان شاء الله هنلعب. هل حضرتك عندك استعداد تدفع المبلغ ده للمقاولين؟ لا ما عندكش استعداد. لا. او تقصر. خلينا نجدد اللي عندي. لا احنا بعتنا على المبلغ اللي عندنا. يعني 6 شهور ما حدش بيعمل. كام عرضت كام يا ست العيال؟ احنا عرضنا 100,000 في كل واحد. في كل واحد في الفتره اللي هي الخمس ست شهور. الخمس ست شهور هم عندنا. بس الرقم بعيد قوي يعني، من 700 ل 100 بتقريبا بعيد. ممكن توصل لرقم لا انتوا اخركم كده. لا اخرنا كده ليه؟ احنا انا عندي في قطاع الناشئين، في قطاع الناشئين اشبال طالعه بنفس القوه بتاعت اللعيبه دي. عايزه بس مباريات. بس في افريقيا محتاج شويه خبره برضه. الخبره موجوده عندنا. بس لعيب منتخب وعلي لعيب. الخبره موجوده. ما عندنا برضه عندنا مهاب. وكريم مسعد مشي برضه في الكامب الثاني. بس انا عايز فرقه ودكه يعني، مش عايز فرقه وبس. في بدائل باستمرار. في بدائل باستمرار. لغايه ما نلعب على بطولتين. لغايه في فتره الانتقالات اللي جايه تقدر تعوض الكلام ده. بالظبط كده. طب وانت بتقول لي 100,000 ومحسسني الخزنه فاضيه، مفترض حسني عبد ربه بنعنشكوا الايام. لا والله لسه موضوع حسني لسه بدري عليه. وبالمناسبه انا بشكره، ده هايل. رائع القيصر ده، لانه بيبص لمصلحه النادي قبل مصلحته. وبيوصل انه يطلع استعاره واعاره. تمام. وعشان كده انا كنت بتكلم مع بعض المسؤولين في نادي النصر، وكان كل همي نصر السعودي حاجته هو الاول. هياخد كام؟ هياخد كام؟ ده انت سافرت لهم.
هو انا كان انا كنت مهمه عمل هناك وبالمناسبه كانت مع نفس المجموعه اللي هي يعني اللي هناك فتطرق الكلام للموضوع ده، لكن طبعا هيبقى القرار قراره. طب يعني هو اتقال انه عايزينه سنه كمان، عايزينه سنه كمان، بس وجالنا عرض فيه من الاتحاد كمان، الاتحاد السعودي لسه شفوي، من الاتحاد السعودي. قلت لهم ابعتوه رسمي. هل برقم اكبر يعني؟ لازم يكون برقم اكبر وكبير ولازم يكون اكتر من كده كمان. طب انت حضرتك طلبت كام لاعارته سنه كمان من النصر؟ اللي هم السنه اللي فاتت كانوا مدين للنادي الاسماعيلي 800,000 دولار في السنه. احنا بنحاول نزودهم لمليون دولار، بس بشرط انهم يدوا له حقوقه اكتر. يكتروه يعني، هم راضين عنه تماما يعني. هو عامل موسم كويس الحقيقه وبيحبوه، هو كويس جدا طبعا، يستاهل طبعا. يستاهل. طب الاتحاد طلبت كام حضرتك؟ لسه لما جينا بس اكيد برضو يعني رميت كده. لا لسه والله لسه يعني. هل المليون دولار بتاعت حسني في حاله الوصول لاتفاق، ولا حسني عايز يستنى لنهايه الموسم؟ حسني ملوش طلبات للامانه، هو بيقول لي فصلحه النادي يتعمل. انا الحقيقه لسه ما كلمتوش لان جيت من يومين. هو يعني بالنسبه لي مش ابني وبس، صديقي كمان. فانا منتظر بس لما اتكلم معاه وهبقى حريص جدا على حقه قبل حق النادي. تمام، لكن هل هتحسم موضوع حسني في شهر يناير عشان تقدر تصرف على باقي الصفقات؟ لا من الفلوس. لا هم وعدوني ان الشهر الجاي فبراير وفي اخره كمان الفلوس تيجي. فبراير وفي اخره هيتكلموا معانا في الفلوس والكلام ده في اخر فبراير او اول مارس. هيتكلموا معاكم في 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 في, في القيمه النهائيه للصفقه. المبلغ وال يعني مش هتجددوا في شهر يناير؟ لا، ممكن يحصل في فبراير او مارس. فبراير او مارس هم قالوا، بس كان رئيس النادي بره فلما هيرجع ان شاء الله. والمتوقع ان الاتحاد السعودي يخش كمان في الصفقه. هو لو دخل في الصفقه طبعا هيبقى كويس، واحنا طلبنا منه عرض. تعمل مزايده بقى بالعرض ده يتشعل. هو يستاهل والله بصراحه. والاسماعيلي يستاهل. والاسماعيلي مستفيد. وميزه حسني انه عايز يكسب النادي الاسماعيلي. بالظبط كده. يعني بالظبط. ودي حاجه يحترم عليها حسني. على فكره هو مدخل للنادي 35 مليون جنيه. حسني. بالاعراض واللي خدها. ما شاء الله، انسان محترم. تمام. هو حسن النادي يخلص امتى او عقده لسه في سنه؟ لسه في سنه واحده. بيجدد وبيطلع، بيجدد وبيسيب وبيطلع بيجيب للنادي. يعني انت لما هتيجي تعيره السنه دي هتجدد معاه الاول؟ هو طبعا هو اللي بيعمل كده على فكره، مش انا، احنا طبعا بنعمل كده، بس هو انسان. وانتم متفقين على كده؟ هو متفق مع كل ادارات النادي السابقه قبل كده وبالتالي معانا كمان. يا فتحت ما يمكن حصل جديد. اكيد احنا بنتكلم مع بعض على طول، لان هو ده بقول لحضرتك ابني وصديقي. يعني في عقد هيبقى 3 سنين مع حسني بن الاسماعيلي، وحسني وبعد كده يتم اعارته سنه. تمام كده، مفترض كده. تمام كده. وتجدد ان شاء الله بعد كده كل مره. هو مطلوب على فكره في السعوديه جدا، ومن قعدتي مع المسؤولين عن النادي والانديه الاخرى يعني كان مجموعه كبيره بيموتوا فيه، بيحبوه جدا. هو عامل موسم هايل خلقا ولعبا. طب خلينا اشوف محمود عبد العزيز لاعب الاسماعيلي الجديد في اللقاء معايا، عشان جمهور برضو الاسماعيليه، جمهور نادي الاسماعيلي، يتعرف على وجه جديد قادم ان شاء الله يبقى يعني يحجز مكان اساسي في فريق الدراويش في الموسم الجديد. ونرجع نتواصل مع السيد محمد ابو سعود رئيس النادي. بداية المفاوضات كانت ازاي؟ اهلا وسهلا بيك محمد. المفاوضات من زمان، بقى لها فترة مع نادي القناة، كان النادي الاسماعيلي بقى له فترة بفوضني، بقى له دخلوا على المفاوضات بقى لها مثلا دخلت على سنة ولا حاجة، كلموا النادي وربنا سهل في شهر واحد خلصوا كل حاجة الباشمهندس سعود وكابتن صبر، يعني كان متمسك بيا لحد اخر لحظه لحد ما خلصوا كل حاجه الحمد لله. يعني الحمد لله. كابتن، حابين نعرف تفاصيل اكتر. احنا سامعين ان حضرتك مضيت ب 350,000 لمده 5 سنين، حابين نتاكد من حضرتك. انا مضيت 5 سنين، السنه الاولى ب 150، السنه الثانيه بتزيد ب 200، مش 300 بعد كده، عشان انا الامضه دي ماضيه بقى لي فتره مش فاكر بالظبط. تمام. اللي في بعض الجماهير، كتير من جماهير نادي الاسماعيلي ما عرفوش مين كابتن محمود عبد العزيز، حابين نعرف من حضرتك اكتر المراكز اللي حضرتك بتحب تلعب فيها. انا بحب العب ديفندر، ده مكان نص الملعب، في ديفندر في نص الملعب، وبحب اكمل ساعات هوف كده بكمل من جنب اليمين، بس يعني ده شغل يعني في نص الملعب كله. تمام. كلمه اخيره لجمهور النادي الاسماعيلي تقول له ايه؟ اقول يعني ربنا يكرمني ان شاء الله، وان شاء الله اكون اضافه للنادي الاسماعيلي، وكون فتحت خير عليا باذن الله كده، واعمل حاجه للجماهير الاسماعيلي والنادي الاسماعيلي ان شاء الله.
عرفنا على محمود عبد العزيز. سيادة العميد يعني احنا عندنا بعض الاسئله ليك من محبين الاسماعيلي بقى وجمهوره على الفيسبوك وعلى بعض المواقع. اتفضل. نبدا بالفيسبوك. اتفضل. بما ان هو الفيسبوك هو يعني موضه العصر. فضل. اللي احنا عايشينه ده. اتفضل. وحضرتك مهتم بالفيسبوك خد بالك. لازم بتواصل مع الجمهور كله على فكره. تمام. عبده عادل بيقول لك صفقات الاسماعيلي الجديده ايه؟ احنا اتكلمنا تطرقنا لهذا الموضوع يا عبده. فين الصفقه السوبر اللي حضرتك قلت انها جايه الاسماعيلي من غانا؟ انت قلت اللي هو المهاجم اللي بيلعب تحت رؤوس الحربة. تمام. لكن مش حابب تقول اسمه دلوقتي. مش حابب اقول اسمه دلوقتي. مش حابب تقول اسمه، لكن خلال قد ايه هتبقى الصفقه موجوده في الاسماعيلي؟ احنا للامانه احنا بعتنا له النهارده الدعوه. وبمجرد ما النادي السفاره تديله التاشيره هنبعت له التذكره يكون موجود في متفقين ماديا وماليا وعلى كل شيء مع النادي بتاعه. اتفقنا على كل حاجه. وكم سنه عمره؟ 20 سنه لسه يعني. لا بيلعب بقاله فتره، بيلعب بقاله 3 سنين. اقصد صغير يعني. بيلعب بقاله 3 سنين. هتمضي 5 سنين طبعا. هنمضي 5 سنين كله هعمل كده عشان اعمل استخبار في النادي. تمام. طيب فين لاعب هداف غانا ده اللي بيقول ميدو رضا؟ خلاص قلنا عليه. فاضل كام شهر؟ ده عمرو امرينو بيقول لك فاضل كام شهر على موسم انتقالات لعيبه الاسماعيلي للاهلي بعد ما بنربي ونسمن العادي اللعيبه تروح الاهلي. اولا في عهدي انا مش هسيب حد يطلع بره ابدا، يعني مش مهما كان الاغراء. الحاجه الثانيه، كل اللعيبه اللي انا جايبهم اللي انا هعتمد عليهم وفي الفتره اللي جايه انا مضيهم لمده 5 سنوات. مفيش حاجه اسمها حد يروح الاهلي؟ لا، في لعيبه عندي من الـ من الـ من الـ من القدام، لكن انا اثق فيهم ان هم مش هيعملوا الحاجه دي. اللي عودة تنتهي. انا اثق فيهم تماما. بيتقال ان احمد خيري على وشك الرحيل من الاسماعيلي. لا الكلام ده مش مظبوط. مش مظبوط 100%. إيه؟ مظبوط إيه؟ انا متفق معاه تماما على المبالغ اللي هياخدها، وهي في حدود 9 مليون جنيه في 5 سنوات. بس هو طلع اعترض، قال الضرايب ما اعرفش، وانتوا عارضين رقم اقل. لا ما اعتقدش انه اعترض. هو اعتراضه انا يعني اعتراضه كان على نقطه في العقد. وانا اخر مره بعت له رساله، بعت لي واحد فبعت له رساله انا موافق عليها، ان في حاله وجود دوري وجود دخل ان عقده يزيد، وانا موافق على العقد. انا على دي وانا اثق فيه ان الكلام ده مش مظبوط. وانت عقده ينتهي؟ عمر جمال. كابتن عمر جمال، وده برضو زيه بالظبط، متفق معاه ان هو في بطوله دوري لينا اتفاق. مفيش بطوله دوري على الاتفاق الجاري الحالي. على الاتفاق الجاري. طب ليه ما مضوش؟ ده بقى لهم سنه لسه عندي بقى لسه ليهم سنه. طب لسه في موسم غير ده؟ لا هو الموسم اللي احنا فيه ده لسه في موسم. يعني لسه في موسم غير اللي احنا فيه ده ولا هو اللي هيتلعب؟ اللي هيتلعب. تمام. طب حضرتك بما ان انت بتتفق ليه ما بتمضيش على طول وتقفل؟ هم انا مش عايز اقول بس ايه الاثار. احنا لما جينا وكانت فلوس عمر كان ليها ترتيبات مرتبطه بمواقف عنده. فلوس خيري كانت موجوده، فخيري قال لي طموحه اكبر من كده، فخليني لو في دوري انا حمضي وبنفس المبلغ. وانا واثق في كلامه على فكره يعني جدا. لو ما فيش دوري اعمل لي اعاره. وانا على فكره المره اللي فاتت دي كلمت له كتير في اعاره، بس ما جاش المبلغ اللي يرضيني وانا ارضى عنه لخيري. هل فعلا الزمالك بكلمكم على احمد خيري؟ لا للامانه لا. ولا الاهلي كلمكم على احمد خيري؟ ولا الاهلي. وانا سالت ان ليه علاقه بعد احد المسؤولين في النادي الاهلي الكبار، قال لي لا. او حتى يعني بيقول لي يعني هو لو عايز، لو انا مش هاخده دلوقتي، فلو عايزه بعد 7 شهور. انا اللعيب بتاعي راجع، وسام غالي راجع 5-6 شهور، وعندي الخط الوسط مني. ما عندوش مشكله. تمام. طب انت عندكم كاس اتسرقت افريقيا مش كده؟ والله الكاس دي حاجه عجيبه جدا. عندنا حد مقدم بلاغ. يا ريت. معانا في مداخله حوده كرم. حوده فرج، اتفضل يا استاذ حوده. ايوه يا فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحييك يا فندم. سريعا قول لنا، انت عملت بلاغ في الكاس اللي اتسرق بتاع افريقيا؟ انا عملت بلاغ رسمي للمستشار طلعت عبد الله. نعم، النائب العام. وعملت برضو عملت بلاغ هنا للجهه الاداريه. اولا ده نسخه. حضرتك اتكلم على طول من التليفون. نسخة دي نسخة من مجلة فرنسية، من مجلة فرنسية طبق الأصل. فالكاس ده احنا خدناه، عام 70. نعم. والمعلم عثمان هو اللي مستلمه، واللي شايل الكاس الكابتن علي أبو ريشة. فأنا عايز تقول الكاس اللي موجود في النادي دلوقتي. أخويا الحاج محمد أبو سعود قال إن الكاس دون كاس صفيح. مضروب. احنا عايزين بقى شعب إسماعيلية وشعب راس البال كامل عايزين الكاس ده صفيح بلاستيك. احنا عايزين الكاس يكون عند مين؟ عند شعب اسماعيليه. ليه؟ ده اول كاس افريقي يخش مصر.
اشكرك يا استاذ حوده، رسالتك وصلت. استاذ ابو السعود، الكاس مضروب فعلا موجود في النادي دلوقتي؟ اصلا ما فيش كاس 15 سنه. سالت كل اللي في النادي هل شفتوا كاس زي ده في النادي؟ لا. بس راح فين طيب الكاس؟ هو اصلا ما فيش كاس. يعني هو الامر ايه؟ ده الكاس بتاع الكاف. الكاف ادهولنا سنه وبياخدوا، احنا ما كسبناش سنين ورا بعض. ففي مجله فرنسيه عملت نسخه منه، نسخه واهدتها للمهندس عثمان احمد عثمان. احنا طبعا ده 15 سنه 20 سنه كام؟ 40 سنه، سنه 70 لغايه النهارده 40 سنه. انا مش عارف يعني، احنا ما عندناش وقت للكلام ده بالامانه. احنا بنعمل فرقه. طب هو محتاج يعني، الناس محتاجه توضيح بس. يعني في النهايه هم عايزين الكاس يعرفوا مضروب ولا مش مضروب. لكن طب انا قلت لحضرتك حاجه بس صغيره، تقول انه ما كسبناهوش ثلاث مرات فبالتالي ما فيش نسخه عندنا. ما فيش نسخه عندنا. بس هو سؤالي، هو الاتحاد الافريقي مش بيعمل نسخه لكل نادي بيكسب الكاس؟ لا لا، هو بياخدها منك بعد 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 السنه، بياخدها ويسلمها تاني. طب احنا عشان نقفل الموضوع ده نسال الاتحاد الافريقي. نعم، نسال الاتحاد الافريقي. لا لا، الاتحاد الافريقي خد كاسه، وهو بيقول لك كلمك اهو. بس الحاجه العجيبه بقى، اللي عرفوا الكلام ده عرفوه ازاي؟ ده احنا موجودين في النادي، ونفس ورئيس مجلس اداره قبل مني وقبل مني وقبل مني. في حد بيضرب كرسي في الكلوب؟ عايز تقول لي كده يعني؟ لا، بيلعبونا بس. خدك نواياي على طول بتروح السكه جديده. طيب احنا نسال الاتحاد الافريقي برضه، اقول له حوده ان احنا هنسال الاتحاد الافريقي بكره ونبلغك على الهواء هم ردهم ايه على الموضوع ده، عشان حتى لما يبقى ردهم مقنع فنقفل الموضوع ده، يتقفل بقى عشان ما نقعدش نزيد ونعيد فيه كتير يعني. استاذ محمد تامر احمد بيقول لك هما رأي الإسماعيلي في حالة عدم وجود دوري، ولماذا دائما فريق الإسماعيلي في أزمات لا تنتهي بشكل مستمر؟ موضوع الدوري اتكلمنا فيه، لماذا دائما الإسماعيلي في أزمات لا تنتهي بشكل مستمر؟ هو الحقيقة كابتن محمد، هو دي مشكلتي الأساسية، واللي أنا بصراحة جاي بسببها. يعني أنا لو كنت هعرف إن أنا جيت على خرابة؟ جيت طبعا، أكبر من خرابة كمان. أكتر. يكفي إن أنا بقول لحضرتك، بلاش، انا قبل ما اخش لحضرتك دلوقتي بيتصل بيا رئيس منطقه اسماعيليه بيقول لي عليكم 400,000 جنيه ومطلوب كمان 41,000 دلوقتي. فبقول له بتوع ايه؟ انا مش ناقص. فبيقول لي ان كان في قيد للاعبين، كل رؤساء الانديه السابقين كانوا بيقيدوا اللاعبين ما بيدفعوش فلوس، فالمفروض ان انا ادفع بقى. في تراكمات مديونيه. وانا اللي ادفع بقى. الحاجه الثانيه بقى، كان في خزنه الاسماعيلي لما جيت؟ جيت كان في 100,000 ناقصين منه، هينقصوا 40,000 مصاريف الانتخابات، كان فاضل 60,000 فقط. كل اللي في الاسماعيلي؟ علما بان قبل ما نيجي بخمس ايام او سبعة ايام جالي النادي 7 مليون جنيه. صرفوهم بسرعه بسرعه، ما خلوش اي مورد مبلغ. ده مجلس الدكتور رافض. المجلس اللي قبل مننا. خلاص. لا مش هو سهل. يبقى الدكتور رافض. للاسف للاسف احنا بلغنا الشباب والرياضه واحنا في الانتخابات. 7 مليون اتصرفوا في ايه يعني؟ هو اتصرفوا. الدكتور رأفت بالمناسبة انه نظيفة وانسان محترم، لكن القرار ده كان لازم سابه لنا واحنا بلغنا الشباب والرياضة. كان قرار ايه بقى يعني؟ اتصرفوا على ايه؟ قرارات زي ايه؟ ما تديني مثال مثلا. كشف كبير كده، هو يعني في سبونسر للعيبة مثلا عايز من النادي مثلا 90,000 دولار، يقوم يديله 90,000 دولار. طب ما تسيبه احنا نتكلم معاه يعني، يديله نجزئهم له. في لعيبة مثلا كان ليها فلوس من بره زي شادي، خد فلوسك. طب سيبنا احنا نتكلم معاه يعني، حاجات كتيره حصلت. المهم الفلوس كلها اتصرفت. هل انت شايف انه كان عايزين يحطوكوا في موضع حرج وانتوا بتستلموا المهمه؟ انا للاسف وبقول لحضرتك، انا حسيت بالقرار ده بالحاجه دي من مواقف كتيره جدا. ليه؟ لانه انا شخصيا وانا قاعد دلوقتي على في مكاني على كرسي النادي الاسماعيلي، انا بعمل اللي بعدي. اكيد مش هسيب له النادي كده ابدا. خرابه. مش هسيبه. انت كنت انت مستلمه خرابه. كابتن محمد، انا عندي مشكله كبيره جدا كل شهر بتتجدد. انا عندي موظفين شغالين في النادي وحديهم رواتبهم، لان دول بيعرقوا. لكن عندي حوالي 140 واحد بيجي يقبضوا اول الشهر، لو ما قبضوش هكسر لك النادي. ودي المشكله اللي مقابلاني. دول بيشتغلوا ايه يعني؟ ولا حاجه. رئيس نادي سابق جاب خمسه عينهم، رئيس نادي قبل منه وعضو مجلس اداره. عينهم ايه يعني؟ بورر. هو كده بوررهم يعني؟ امبرر صحيح، ما بيعملوش حاجه خالص؟ خالص. 140 واحد؟ 140 واحد. ياه. طب تصور. وبتعمل ايه بقى معاهم؟ انا لغايه دلوقتي اخر شهر هدفع مرتباتهم اخر شهر. وبعد كده؟ بعد كده مش هدفع حاجه ليهم، اللي بيجوا من دول. انا بقى عملت يعني عملت فتح. مرتبتين بعقود مثلا؟ ما فيش عقود، قرارات مجلس اداره وهلغيها بقرارات مجلس اداره. اللي مش هيشتغل مش هيشتغل. لحظه، يعني ايه بياخد فلوس بدون عقود؟ مش فاهم.
حضرتك يقرر مثلا تعيين حسين ابراهيم في موظف في النادي كده بكلمه كده، يا ريت كده وبس حضرتك. ده يبلغ التامينات كمان ويقول مثلا انا عندي مهندس في الشركه، عندي المبلغ الاساسي بتاعه مثلا 600 700، ده بيعينه 1300 جنيه مبلغ اساسي، انا مطلوب مني كل شهر ادفع 50000 جنيه للتامينات بس، على ناس ما تشتغلش، على ناس مش هعملها على فكره، انا بس بطمن الموظفين اللي بيشتغلوا بقى النادي هياخدوا فلوسهم وفلوسهم موجوده هتصرف البنك، لكن اللي ما بيجيش اللي ما بيجيش واللي مالوش شغل مش هديله حاجه. طب ده كلام نهائي، كلام نهائي، وبتمنى جمهور الاسماعيلي يقف معايا، ما يقفش ما يعني ما لان هم عاملين بيهددوا من امبارح، ما ينسقش بقى ورا الكلام اللي بيهددوا من امبارح. على فكره هنقطع ونعمل ونسوي، نقطع دي إيه؟ شغله حكومه، نقطع ايه، هنعمل في النادي وهنوقف ونعمل اذا كان يرضي شعب اسماعيليه ان احنا ندفع من جيوبنا فلوس للناس ما بتشتغلش خلاص. تمام. انت في لعيب اسمه محمد العزب من المريخ كنت هتجيبه او جبته؟ هو الحقيقه في ده سؤال من خالد سليمان، الحقيقه انا واحد دلني عليه وقال لي لعيب كويس جدا وسالت عليه لعيب كويس، بس لسه لم ما فتحناش مفاوضات مع اي حد بسببه، لكن انا بعت حد يشوفه من الجهاز الفني يشوفه، وفي حاله انه كويس هيرجع الكلام للجهاز الفني. تمام. طب في عرب سبورتس عبده فرج بيقول لك امتى هيكون الاسماعيلي قادر على الفوز ببطوله؟ لما نعمل الموارد اللي انا بجري وراها ولما يساعدوني. انا عامل يساعدوك الجمهور يعني؟ ده بمنتهى البساطه وما شاء الله بينهم حاجه كبيره ابدا، انا عامل مشروع في النادي هيدر النادي دخل ما بين 30 ل 50 مليون جنيه كل سنه. مش مستني منهم بس غير كل واحد يغير كارت التليفون بتاعه بس كده يعني، يحط بدل الخط بتاعه خط تاني بس كده، خط اسمه خط. انا سيدي هعمل كده، انا عن نفسي معاك، كتر خيرك كابتن وولادي. الحمد لله كابتن، والله ما في غير كده كابتن. يعني والله انا اعمل كده، عامل عقد خطين، هلغي واحد واخد معاك خط. كتر خيرك كابتن، كتر خيرك. لا صحيح والله ما في غير كده كابتن، هدفنا ان النادي الاسماعيلي يكبر وان النادي الاسماعيلي يعود زي ما كان، والله ما في غير كده كابتن، انا بجهز الشبكه وبجهز. طب احنا بنناشد كل الاسماعيلاويه يعملوا معاك الموضوع ده. الحمد لله. تمام. طب عبد الرحمن الشويخ بيقول لك انت نادم على تولي رئاسه الاسماعيلي؟ اكيد مش نادم، لا انا بحب النادي ولادي بيحبوا النادي وجايب نداء من القلب ونداء من جميل اسماعيليه ومش هخذلهم ان شاء الله. طب احمد غنيم، متى تنتهي ازمه الاسماعيلي الماليه؟ اتكلمنا فيها ابو حميد. مصطفى سعد بيقول لك عاوزين نعرف ايه مشكله جون انطوي بالظبط، وفي مشكله مع جون انطوي؟ ابدا والله، هو بس سوء فهم حصل امبارح. في ايه؟ سوء فهم حصل امبارح ان الولد خرج عشان يتغدى، وف يعني هو طبعا فرق اللغه وثقافته واللي كانوا موجودين ما قالش للي موجودين ان هو رايح فين. فراح قبل ما رجع كان التمرين خلص، بس قال انا مستأذن من الكابتن صبري. لما سالت الكابتن صبري قال لي خلي الموضوع ده بيني وبينه، ما فيش مشكله خالص، وفي لائحه تطبق في لو الحاجة. كان لو ما كان لو كان ما ادالوش اذن، بس انا اعتقد ان اداله اذن. طب شريف فاروق بيقول لك هل تتوقع اقامه بطوله الدوري؟ سياده العميد قال انه يعني مش متفائل خير، يعني طلع مع فصيل المتشائمين. طب محمد محمد ايه خلاص يعني او خالص او خلاص بيقول لك وفر فلوس الاسماعيلي ما تصرفوش، انا مفيش دوري. تمام. لا انا عندي بطولتين لازم العب على طول، معلش اسف. تمام. اختم مع حضرتك انه الامن ومحاوله اللعب في الاسماعيليه هي دي امنيه الامانه وبجمهور كمان، لان احنا جايين نسعد الجمهور، هنسعد مين؟ في الماتش بتاع الاسكندريه 5 تجوان جم ملعوبين، كان كل جم مفيش جمهور، مفيش جمهور. فالمشكله ان الاستاد مش جاهز، والامن القرار الازلي جاهز طلبات النيابه وانا ادي لك موافقه. احنا بعتنا لاتحاد الكوره قلنا لهم ادونا الدعم اللي هو يمكننا من تجهيز النادي، واتمنى ان يكون قبل بطوله الدوري، اتمنى. تمام. ان شاء الله. سيادة العميد انا بشكرك شكرا جزيلا، بس عايز اوريك حاجه لطيفه جدا، بس ارجوك ما تعملهاش عندكم في موقع الاسماعيلي. طب اشوف. اتحاد الكوره في الموقع الرسمي بتاعه عامل تهنئه للاستاذ جمال علام على خطوبه بنته. خطوبه بنته كلنا نهنيه، لكن موقع رسمي لاتحاد الكوره فكل بنت، ما بنت حماده المصري لسه متجوزه من اسبوع 10 ايام برده، كان في فرح وجمال كلام جميل، ليه ما تحطش ادي خطوبه وتهنئه من حسن فريد والانجال والاحباب والاولاد كلام طبعا غلط انه يتحط، لان في النهايه ده حاجات شخصيه لا يليق انها تتحط على موقع
اتحاد الكوره. الحاجه الثانيه في موقع نادي الزمالك مثلا نجله السيده مريم عصمت عضو مجلس الاداره، وزي ما احنا شايفين كده الصور حصريه، كاتبين صور حصريه لمجلس الاداره في حفل زفاف في نجله عضو مجلس الاداره مريم عصمت، برده لا يليق بموقع الزمالك ان تحط الصور دي، لان الحاجات دي يا جماعه حاجات شخصيه ما ينفعش تحط في موقع خاص بهيئه عامه لكل الناس. هتخلي كل واحد كده اصبح كل عضو جماعه عموما من حقه انه يحط صوره فرح بنته على الموقع. انت مش معايا؟ ما عنديش بنات لسه. طيب تمام. عايز اقول ان الجهاز الفني للمنتخب مصر استدعى عمرو زكي للمنتخب وفي انتظار موافقه ناديه. في خبر ايه تاني يا جماعه؟ اللي هو ايه؟ وفي الموقع الرسمي للزمالك قال انه فييرا مش من حقه الدفاع على وديات. كان فييرا معانا في المؤتمر الصحفي قال انه هيدفع على وديات وحاجات من دي، لكن نادي الزمالك حط على الموقع الرسمي واحنا قدامنا على الهواء هو بيكذب مديره الفني بشان الوديات، ده عار تماما من الصحه. يعني الراجل المدير الفني ده راجل كذاب، عايزين يقولوا كده، وان النادي هو المسؤول وده اختصاص مجلس الاداره، برضه لا يليق ان كان يتكتب خبر ودول حتى في ودانه مش لازم تسيحوا له كده على الموقع. سيد العميد انا بشكرك شكرا جزيلا، واتمنى للاسماعيلي ان شاء الله التفوق الفتره القادمه. انا بشكرك كابتن محمد وبشكرك على الجميل ده. بشكرك يا فندم. شكرك. شكرا جزيلا. نطلع نشوف لقاء محمود الشامي عضو مجلس اداره اتحاد الكره بيتكلم عن عقد مزايدة رعاية المنتخب الوطني، بيقول ده يعني مزايدة كده فيها لعبة مش مظبوطة واللي عاملها مش مظبوط. طبعا الكلام ده على عمرو وهبي اللي كان ماسك إدارة التسويق في الوقت السابق. ونلتقي غدا في تمام الساعة 6 مع حلقة جديدة من كورة أونلاين، وانتظرونا دائما وفي أمان الله.